زي كرة التلج بدأت الأزمة داخل جدران النادي الأهلي، وبتتصاعد يتصاعد الصراع ما بين الأهلي وبين الشركة أو الشركة التابعة اللي هي بترعى النادي الأهلي التابعة لجهاز المخابرات اللي هي بريزنتيشن لايف. واللي فجر القصة دي سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بعد ما الأهلي خسر كاس مصر رفض يدخل الممر الشرفي، لأنه لو دخل هيسلم على مرتضى منصور. فسيد عبد الحفيظ رفض يعدي، والناس كلها طلعت كالته وقالت له مش روح رياضية وبتاع ومش عارف إيه. فسيد عبد الحفيظ طلع قال لأ، أنا مهما يحصل مش هسلم على واحد شتم أهلي، شتم أمي على مرتضى منصور. والراجل قالك لا، أنا كل واحد حر في حياته، أنا بقول لكم أنا مش هسلم على بني آدم سب أهلي، ملهاش دعوة بروح رياضية. فطلع اتكلم الكلمتين دول وقال ده بيقول عليا مش عارف إيه، يعني اتكلم على حاجات وحشة عن أسرته. فسيد طلع قال الكلمتين، أو الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال الكلمتين دول. الشركة الراعية لقناة الأهلي هي نفس الشركة الراعية لقناة الزمالك، راحت شايلة الفيديو وحذفته. الخطيب ما كان منه إلا أنه اجتمع مع مجلس إدارة الأهلي ورفض ما ورد أو ما فعل ما فعلته الشركة دي. نشوف بقى التصريح بتاع سيد عبد الحفيظ كده. ما ينفعش ان يبقى في حد على مدار 4-5 سنين بيتجاوز في حقك وفي اهلك وناسك ووطنيتك وكل حاجه، وبعدين لما اشوفك اسلم عليك. لا ده لو اخر يوم في عمري، يعني الموضوع منتهي يعني خالص. يعني قبل مباراه الكاس بيومين اتنين طلع يقول ده واحد متربي مع الحمير، هو قال كده، يعني مش هقول سوري على اللفظ، هو قال كده. طب اقسم بالله اقسم بالله، انا عمري لا دخلت بيته وانا صغير ولا شفته وانا صغير. هو راجل يعني حاططني في دماغه بشكل مين، اللي هو خالد غندور. يعني مش انا يا خالد اللي قاعد في استوديو واحد يطلع يهين ابويا وامي وشخصي، واطلع بعد كده اقول يا سيد المستشار وانا اسف وبعتذر لك؟ مش انا حبيبي، مش انا. التصريحات دي حذفتها خالص من على اليوتيوب الشركه الراعيه للقناة الأهلي، فما كان من جمهور الأهلي إلا أنه شير التصريحات تاني. الخبر هو حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ ضد مرتضى منصور وخالد غندور من منصات قناة الأهلي. السؤال بقى فين إدارة الأهلي من الكلام ده؟ لأن الأهلي هو المسؤول اللي بيدير المنصات بتاعته. لا، هنا بقى المشكلة أنه الشركة هي اللي بتدير صفحة الأهلي وقناة الأهلي وكده، حذفت ده. الخطيب الحقيقة أصدر يعني طلب، أو هاي الشركة هي الشركة بتاعت بريزنتيشن في 2021، لا سيبك من دي، الشركة بقى بتاعت بريزنتيشن هي اللي بترعى النادي الأهلي أهو، تكشف خطة تطوير قناة الأهلي. وكان في خبر في مايو 2020 الشركة دي استادات تبعها برضه، تبع الدولة، استادات تبع للدولة وملاعب المحافظات متاحة للجميع. اللي ما يعرفوش كتير جدا عن شركه السادات دي ان كلها تابعه للشركه المتحده، هي الشركه الام اللي هي تابعه اهو، دمج شركه السادات بالمجموعه المتحده للخدمات الاعلاميه. الشركه المتحده دي تابعه المخابرات. المشكله بقى ان شركه المخابرات وفي القلب منها المتحده في مشاكل مع اداره الاهلي مش جديده، يعني لانه سبق وقعت قناه اون تي في التابعه للشركه المتحده مشكله مع النادي الاهلي بعد تصريح مذيع فيها انه انحاز للزمالك اهو، بيان ناري من الاهلي حول البيان المشترك مع اون سبورت والزمالك. مشاكل كتير جدا. حاله الحقيقه من الصراع بين شركات المخابرات اللي بتدير اونلاين او اون تي في قصدي وقناه الاهلي مع النادي الاهلي، ومشاكل كتيرة جدا بينهم بعض اشتعلت أكتر بداية من الشهر ده يوليو، لما خرج الكابتن علاء صادق وقال إن شركة بريزنتيشن لايف منحازة للزمالك على حساب الأهلي. الدنيا ولعت. وبعد ما وصلنا بقى لحالة الاشتعال دي اللي بتحصل ما بين شركة المخابرات وإدارة النادي الأهلي في إنهم بيتحكموا في القنوات، يعني امبارح قناة الأهلي أعادت نشر تصريحات سيد عبد الحفيظ، وطلعوا بيان لاجتماع مع الشركة، شركة الإنتاج الإعلامي اللي هو بريزنتيشن، عشان مناقشة ما يحدث داخل القناة. أهو أدي بيان النادي الأهلي، هاتوا. الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لاجتماع عاجل
وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع بشكل لنواقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا. كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث تلفزيوني خاص بتصريحات الكابتن سيد حفيظ عقب مباراة الأمس والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية على جميع حسابات الرسمية للنادي الأهلي. عشان كده الناس طلعت تتكلم عن سيد حفيظ، بعضهم انتقد البيان إنه جاي متأخر. خليني بس أقولك على حاجة هتلاحظها قبل ما أقولك، جمهور الأهلي كان ناقم على مجلس إدارة الأهلي والخطيب بعد ماتش بيراميدز وبعد ماتش الزمالك جدا، كان متضايق من الخطيب والمدرب واللعيبة لدرجة إن هم في استاد مختار التتش عملوا مظاهرات الجمهور واللعيبة بطلت تتدرب. في الأزمة دي الجمهور رجع تاني يلتحم حول إدارة مجلس إدارة الأهلي. هو الأهلي، هو ده الأهلي اللي مش عاجبه يمشي، الأهلي يقود ولا يقاد من أشخاص لا يعرفون قيمته، وتصريحات كابتن سيد حفيظ ما فيهاش حاجة أصلا عشان تتحذف. ده كابتن أو ده إبراهيم سعيد هيمة، كابتن إبراهيم سعيد صنع في التتش. هات اللي بعده، صنع في التتش اللي بعده. طيب أنت عاجبك كابتن إبراهيم سعيد؟ هو كابتن أقوى وأهم مديرين الكرة مش بس في الأهلي، في الوطن العربي. مرة تانية الجمهور عادة الى اهو ترند اهو، قناة الاهلي لا تمثلنا. التالت، انا معايا الناقد الرياضي الاستاذ محمد مندور على الهاتف. كابتن محمد اهلا بحضرتك. استاذ محمد اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. من وجهة نظرك هل ترى ان تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي سمعناها دي تستحق حذفها، وما هي الكواليس وراء عودتها؟ والله يا استاذ محمد طبعا تصريحات هي من وجهه نظر من سمعوها تستحق حسها، لكن الحقيقه انا من وجهه نظري الشخصيه لا تستحق اي شيء، لان السيد عبد الحفيظ كان بيرد على بعض البذاءات اللي قيلت لحقه على مدار سنوات ماضيه. السيد عبد الحفيظ تعرض لهجوم ضاري من رئيس نادي الزمالك واتهامات عديده جدا باشياء طبعا كلنا عارفينها. في الوقت اللي كان ما فيش حد بيقدر انه يرد على رئيس نادي الزمالك الا القليل، كان منهم سيد عبد الحفيظ نفسه. فطبيعي ان بعد كل هذه الاتهامات وبعد كل هذه البذاءات وبعد كل هذا الهجوم الغير طبيعي على مدير كوره بالنادي الاهلي كان لازم يتم الرد بصوره ما. واعتقد ان السيد عبد الحفيظ بيتخذ نفس الاسلوب اللي بيتخذه مرتضى منصور، لكن مش بنفس البذاءة ومش بنفس الاتهامات ومش بنفس التلقيح ومش بنفس الكلام اللي احنا عارفينه ده كله، لكنه في الاخر بيرد عن مجلس اداره الاهلي وبيرد عن جمهور الاهلي، ومن وجهه نظره بيشفي غليل الكثير من الناس اللي مش قادره تتبع نفس اسلوب مرتضى في الحديث. طيب معلش، يعني انا بس عندي سؤال تاني، يعني هو ايه اللي دخل بقى اسمه ايه ده هو على الخط؟ الكابتن مجدي عبد الغني. هو كابتن مجدي عبد الغني ما دخلش على الخط ولا حاجه، هو كل واحد بيقول رايه. هو كابتن مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني داخل يهاجم سيد عبد الحفيظ ويقول له إيه، انا ابويا كان بيتضرب له تحيه، انت ابوك كان مين والحاجات دي. ايه اللي دخل مجدي عبد الغني؟ شفت الكلام ده كله، شفت طبعا شفته. ايه بقى اللي دخل مجدي عبد الغني على الخط؟ ما هو يعني هو في بعض الاشخاص يعني بتشايفه ان هم يعني، بص يا كابتن، بص يا استاذ محمد، هو الموضوع فيه برضه شويه تصفيه حسابات. هتلاقي برضه في اشخاص كتير واخده اتجاه معاكس للسيد عبد الحفيظ، حتى يكونوا محسوبين على نادي الزمالك، على نادي الاهلي، زي مصطفى يونس، زي مجدي عبد الغني، زي بعض الاشخاص. مصطفى يونس طلعوا من الحوار ده. انا بتكلم على مجدي عبد الغني، الراجل فجاه دخل لقيته عمال يشتم سيد عبد الحفيظ، انا ابويا كان اسمه مش عارف مين عبد الغني، انت ابوك مين، جو كده حاسسني بالبرنس علاء في فيلم رد قلبي. انا اول مره اعرف انه كابتن مجدي عبد الغني من الاسره العلويه، اول مره اعرف ده بصراحه. يعني كابتن مجدي عبد الغني شايف من وجهه نظره، ويمكن في حديث قاله نفس الحديث قاله، قال ان هو من وجهه نظره هو بره النادي الاهلي. هو اختصر الحديث بالجمله دي، قال ان هو بره النادي الاهلي والسيد عبد الحفيظ جوه النادي الاهلي، وعمره ما دخل النادي الاهلي مجدي عبد الغني. فهو عنده بعض الضغينه ان هو ما بيشتغلش مع النادي الاهلي، عمره ما ترشح لمجلس اداره، عمره ما رشحوه في منصب كروي، عمره ما تم مناقشه اي حاجه خاصه بيه. فبالتالي هو عنده بعض الضغينه، هو شايف من وجهه نظره ان السيد عبد الحفيظ في مكان غير مكانه، زائد ان مجدي عبد الغني عنده بعض يعني عنده بعض الملاحظات الغير لطيفه، هو على صله صداقه بمرتضى منصور، واخد صف الجنب الثاني، يعني جه واخد الصف الجنب الثاني. طبعا طيب، انا معلش زي بقى نرجع تاني لموضوع سيد حفيظ والفيديو المحذوف او اللي تم حذفه ثم تم اعادته من الجمهور.
مش مفروض ان في عقد بين الاهلي وبين شركه برزنتيشن، وان العقد شريعه المتعاقدين، وان هذا العقد بيبقى فيه تفاصيل كل العلاقه، حتى اذا اختلفنا بنروح المحاكم بتاعه شمال القاهره ولا جنوب القاهره. هل في وجهه نظرك الاهلي يستطيع الان انه يتخلص من هذا العقد باعتبار ان شركه برزنتيشن اخلت بالاتفاق؟ بص محمد، صعب جدا، يعني صعب جدا ان اي حد يقدر يتخلص من هذه العقود، سواء مجلس اداره الاهلي او مجلس اداره الزمالك، لان الامور ساعتها مش هتبقى حاجه ظريفه. كلنا نعلم تماما ان الامر في يد الدوله، والدوله تتحكم تماما في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، وبالتالي غير مسموح ان اي نادي مهما كان ان هو يعمل القناه بتاعته بدون رعايه وبدون رقابه مباشره من الدوله. انا يعني من واقع ان انا بشوفه دايما في مواقع التواصل ومن اصدقائي الاهلاويه كتير جدا، جماهير الاهلي 90% منهم ما بتتفرجش على برامج قناه الاهلي، باستثناء برنامج او اتنين بالكتير ممكن يشوفوهم. فبالتالي القناه حتى فقدت جماهيريتها وسط الناس اللي هي المفروض ان هي مقدمه متقدمه ليهم، يعني المفروض القناه متقدمه للقطاع الاكبر من جمهور الاهلي، فبالك جمهور الاهلي نفسه ما بيتفرجش عليها. بنشوف برامج طبخ، بنشوف برامج حاجات فنيه، بنشوف حاجات غريبه جدا لا علاقه لها بالكوره. حتى صميم عمل البرامج الرياضيه في القنوات المملوكه للانديه على مستوى العالم، قناه الاهلي والزمالك بعيده تماما عن كل ده. احنا لو شفنا قناه برشلونه، شفنا قناه ريال مدريد، شفنا قنوات الانديه الكبرى، مفيش الكلام ده بيحصل خالص، مفيش تحكم خالص من اي جهه في القناه وفي محتواها وفي اسلوبها وفي طريقتها وفي مقدمين البرامج بتوعها. كل دول بيتم اختيارهم من برزنتيشن، وليس للاهلي علاقه بالامر تماما، باستثناء يمكن كوتا صغيره ممكن الاهلي يشتغل في خلالها كده واحد ولا اثنين من حبايبنا، سامح حسني بصفته ان هو يعني نسيب كابتن الخطيب، او واحد ثاني مثلا كابتن عادل القيعي بصفه مدافع عن النادي الاهلي. باستثناء دول اعتقد ان مفيش اداره النادي الاهلي ما تقدرش تغير لا مدير القناه ايهاب الخطيب ولا جميع العاملين في القناه، ولا تقدر تاخد حتى قرارات، لان دي مش اول مره يحصل تضارب ما بين اداره القناه واداره النادي الاهلي. الناقد الرياضي محمد مندور، بشكرك جدا يا فندم.